الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي هيبين فايدة الوقاية من الكوليسترول الضار، وازاي بمثل هذه النباتات الطبيعية والاعتماد على الغذاء النباتي الواحد يعيش قلبه سليما معافى، ويمكن الذي أصاب البشرية اللي هو الإعراض عن الفواكه الطبيعية والنباتات الطبيعية واللجوء إلى الزيوت المهدرجة والسمنة الصناعية. وإحنا شايفين الفيديو إزاي الدم ينساب ويترقق في الأوعية الدموية في الظروف العادية، لكن عندما تحدث لزوجة في الدم ويرتفع مستوى الكوليسترول الضار بيحصل زي نوع من المارجينيشن للصفائح الدموية، وتلتصق بالجدار وتأتي حبيبات الكوليسترول اللي احنا شايفينها دي وتلزق في جدار الوعاء الدموي. وجدار الوعاء الدموي ده اللي هو الاندوثيليوم، دي بطانة حريرية المولى عز وجل عملها مبطنة كالحرير لينساب الدم فيها دون التصاقات. عارفين حضرتك مثلا الطريق اللي هو المرصوف بنعومة تمشي فيه السيارة بانسيابية، ايضا الوعاء الدموي معمول يعني رصف حريري او بطانة حريرية. هذه البطانة معجزة بكل المعاني، لان فيها خاصية افراز، هي مش بس مجرد بطانة، هي عضو من الغدد الصماء تمنع التجلط وتمنع التصاق الكريات الحمراء والبيضاء وتمنع التصاق الكوليسترول في الظروف العادية. لكن عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار ده اللي بيؤدي الى النتوءات وتصلب الشرايين، ويمكن فاكهة زي التين ونبات زي الزيتون وزيت الزيتون اللي هو المستخلص الطبيعي، لكن شريطة ان هو يتعمل برضو طازج دون ان يتعرض بقى للقلي بقى وكده،